أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبض المقاومة. نحاول من خلال هذه الحلقة زيارة قمة جبل المنصاع، والتي تدعي الميليشيات الحوثية بأنه تحت سيطرتها، حيث قام طاقم قناة المسيرة بالوصول إلى هذا المكان والتقاط صورا لهذه الصخور. الإيمان يصنع الرجال، توجيه اللواء 133 مدرع، لكن نؤكد بأن سيطرة الميليشيات الحوثية وكتائب الموت التي شنت هجوما شرسا لم تستمر داخل هذه المواقع سوى ساعات، وتفحمت الجثث كما سنحاول زيارتها. تفحمت جثث كتائب الموت التابعة للميليشيات الحوثية، وهي معركة إعلامية كان الانتصار الحقيقي لهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك وعبر مجموعات الواتساب، لكن هنا في قمة الجبال كان الأمر مختلفا، ولم تدم السيطرة سوى ساعات حتى انسحب مصور ومراسل قناة المسيرة، ثم انسحبت معه الميليشيات الحوثية. ولحسن حظنا بأننا هنا مع مساعد رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، يؤكد بأن هذه الصخور ويؤكدها بالزمان، وهو اليوم يوم الأربعاء 28 من فبراير للعام 2018، كتبت بالدماء ولا زالت تكتب على قمم الجبال، وهو يكتب الآن النصر أو النصر، وهو خيار شعبنا اليمني في مواجهة الميليشيات الإنقلابية القادمة من إيران، هو خيار جيشنا وخيار مقاومتنا وخيار شعبنا، النصر أو النصر، وهو يوم 28 من فبراير للعام 2018. من هنا نبدأ، وفي قمة جبل المنصاع نلتقي، فابقوا معنا. سلكناها طريق العز للنعبة لما يحصل مع البادئ، نحقنا الحق ما نحسب لتاريخها، سلكناها طريق العز للنعبة لما يحصل مع البادئ، نحقنا الحق ما نحسب لتاريخها، إلى الجبهة تشدينا قناعة نستمر في الصعود نحو قمة جبل المنصاع، وهو جبل لا زال تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد معركة ضارية خاضها أبطال الجيش الوطني مع الميليشيات الحوثية. نمر على أطلال المعركة كما يبدو تتحرك الكاميرا يمينا، هذا أحد الطقوم التابعة للميليشيات الحوثية والتي احترقت على سفوح الجبال. سنستمر في الصعود، ابقوا معنا. لا زلنا نتنقل بأمان هنا في جبل المنصاع، نقترب من قمة وهي أعلى قمة في جبل المنصاع. أبطال الجيش الوطني في طريقهم إلى رأس الجبل، تتحرك الكاميرا يمينا، وهي قمة أخرى من قمم جبل المنصاع تحت سيطرة الجيش الوطني، إذ أننا نمر عبر هذه السفوح بأمان. وكما نرى إلى هنا وصلت الميليشيات الحوثية فعلا، لكنها احترقت ولم تستطع الخروج، وقد قضي على كل الفرق المهاجمة. على أطراف جبل المنصاع من المناطق المطلة على منطقة بني فرج لا زال هناك اشتباكات، وكما نسمع صوت العيار بوضوح يستهدف جيوب للميليشيات الحوثية. ونحن نمر هنا عبر سفح جبل المنصاع، نلتقي بأحد أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أخباركم يا فندم؟ أخبارنا خير والله، وتقدم كثيرا إن شاء الله، والانقلابيين هاربين مفرين بإذن الله، بإذن الله قادمين حتى ندخل صنعاء. لكن الحوثيون يقولون بأنهم مسيطرون على قمة جبل المنصاع. لا، المسيطرون نحن ليس هم. كيف المعنويات؟ المعنويات عالية. كيف الأفراد فوق المسارس؟ الأفراد والله مرتاحين ومعززين مرابطين. خير. خيرا إن شاء الله. إن شاء الله نريد من أخوان الدعم ومسمه مؤازرتنا. بإذن الله. اسمك أنت؟ اسمي مالك الشبيبي. من أين أنت؟ من الضالع الحشاء. من الحشاء، حياك يا صاحب الضالع. إذا أبناء الجيش الوطني عادة ما نلتقي بأبناء المحافظات الجنوبية، أبناء المحافظات الشمالية، من تهامة، من صنعاء،
من الضالع من كل مختلف، وهي وحدة وطنية امتزجت الدماء على سفح هذه الجبال في معركة استعادة الدولة واستعادة كامل التراب وكامل التراب اليمني من أنياب الميليشيات الإيرانية. سنستمر في الصعود نحو قمة جبل ونحن نقترب من قمة جبل المنصاع، نلتقي هنا مع أحد أبطال الجهد الوطني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخباركم يا فندم؟ والله أخبار طيبة. كيف المعنويات؟ معنويات عالية الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. كيف كانت المعركة؟ والله المعركة كانت قوية والحمد لله تغلبنا على القرود ذولا بفضل الله، ثم فضل المساندة من دول التحالف وفضل الرجال المرابطين، ولقناهم دروس قوية الحمد لله. ونوعد شعبنا على أننا عازمون على دحر هؤلاء الميليشيات، هذه الميليشيات عازمون على دحرها مهما كلف الثمن. لن نفرط في دماء الشهداء ولن نخون هذا الشعب، والقسم الذي عهدنا به الله على أن نكون حامي للأرض والأرض بإذن الله. إذا كان الله في عونكم نستمر في الصعود للوصول إلى الله. حياكم الله. لديك حديث آخر تتكلم؟ الله يسعدك، نطمئن شعبنا على أننا عازمون على أن في رجال قادرون على تحرير اليمن، نؤكد لهم على أن في رجال قادرون على تحرير اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى. نستمد القوة والعون من الله تعالى. لكن هذا الجبل إيش هو هذا؟ هذا المنصاع، هذه تبة المنصاع من عالي الجبال في الفردة، الحوثيين نهاية الفردة. الحوثيين يقولون أنهم مسيطرون على جبل والله المنصاع. إنهم قلة وإنهم كاذبون وإنهم يهربون مثل القرود، إنما ننتظر الدعم من القيادة، الدعم بالسلاح والأوامر كذلك. إحنا لا نتحرك إلا بأوامر، ولا وصلنا صنعاء لولا الأوامر. هم قدامنا الآن منتظرين الأوامر فقط تأتي. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نقترب من قمة جبل المنصاع، هذه هي معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. إذن حالة استنفار، حالة اشتباك، يكف ويستأنف الاشتباك هنا في قمة جبل المنصاع. لا زال أبطال الجيش الوطني يتحكمون بسير المعركة. كما نسمع هذه صوت القناصات القادمة من مواقع الميليشيات الحوثية. السلام عليكم. أخباركم؟ خير إن شاء الله، حياكم الله. أشيع بأن الميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا، لكن ونحن نقف هنا في قمة جبل المنصاع نسمع الحكاية من صدور الرجال كما سمعناها من فوهات البنادق. والله أنا في المنصاع وفي رأس المنصاع، أين الحوثي الذي بالتعنه سيطر على المنصاع بعد عليه بعد الشمس؟ ما دام الرجال موجودة على الأرض، هذا هو المنصاع، هذا هي الميسرة، وهذا هو القلب، وهذا هي الميمنة. فأين أنت يا حوثي؟ أين عبد الملك السيء؟ فنحن بانتظاره. أين هو والحثالة حقه؟ نحن الجيش الوطني ورجال المقاومة منتظر له، فأين هو؟ أقول له عن سير المعركة، كيف كانت سير المعركة؟ سير المعركة كانت حامية، و يعني وصلت الميليشيات الحوثية إلى هذا المكان، ونرى أحد الطقوم التابعة لها والتي احترقت.
لكن لنسمع منكم عن التفاصيل، أنها دخلت وهل وكم استمرت السيطرة؟ والله هي مهما عد وقذال بحشت حوالي سنة لو ما رأينا حكه الهجوم سمع، وأنه ضعيف، وعلى ما يبدو أن عتاده وعدته ضعيف، وإلى اليوم ورجال الله هم على الحق وهم الأقوياء إن شاء الله. وصلى هنا لكن دحرناه بإذن الله، وهذه هي أشلاء، وهذه هي المكسرات التي تبعه من أضقم ومن قطع أشلاء، فالرجال منتصرة وثابتة إلى أن نكمل وندخل إلى صنعاء إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، نجدد ونؤكد بأن الميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا على امتداد جبهات القتال ابتداء من أقصى ميمنة الجبهة. حصلنا على معلومات بأن هناك 30 أسيرا من تابعين الميليشيات الحوثية، أيضا هنا في ميسرة جبهة نهم وإلى جبل المنصاع تحديدا دارت واحدة من أعنف المعارك. نحن متواجدون في قمة جبل المنصاع، خلفنا بلاد نهم وجبالها التي شهدت معارك طوال السنوات السابقة، كما كان لنا زيارة سابقة إلى جبهة وادي الضيق وجبال السود ومنطقة المخدرة، ورأينا أن كتائب الموت تفحمت على سفوح الجبال بعد إعداد وتجهيز كبير للميليشيات الحوثية، لكنها ورغم الإعداد ورغم الهجوم الذي كان جريئا بالفعل، لكنه لم يستطيع أن يتقدم مترا واحدا. وإن حدث هناك تقدم لعدة ساعات، لكن كما نؤكد بأننا نقف هنا مع فوهات بنادق الجيش الوطني في قمة جبل المنصاع. سلكناها طريق العز للنعبة لما يحصل مع الداري، نحن الحق ما نحسب لتاريخا، إلى الجبهة تشدينا قناعة من قتل يقتل، وساعة موتنا لاجات يا حيا بطاريها، عشقنا عيشة الأحرار وعثنا عيشة المندل، وهاجرنا ديار الجد بالغصب نخليها ورتبنا كتايبنا. لازلنا في قمة جبل المنصاع هنا، وبحضور وتواجد لضباط من دائرة التوجيه المعنوي رئاسة هيئة الأركان، وهم يزورون المواقع بعد المعارك الشرسة التي دارت. نستمع عن معنويات المقاتلين ووضع المعركة، نسمع التفاصيل من مساعد رئيس هيئة الأركان، المساعد رئيس دائرة التوجيه المعنوي في رئاسة هيئة الأركان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة وصلنا إلى هذه الأماكن بعد أن تم تحريرها وتطهيرها من الإنقلابيين البغاة، ووجدنا الرجال معنوياتهم تعانق بل ترتفع على ارتفاع الجبال التي يعيشون عليها، رجال وجنود وأبطال القوات المسلحة وجيشنا الوطني، تواجدهم هنا وبطولاتهم وتضحياتهم كفيلة بأن تلقنا هذا العدو درسا لا ينسى. ويسرني هنا أن أنقل عدة رسائل عبر قناتكم، قناة الثورة والرجولة والبطولة والإباء، رسالتين. رسالة لصبي الكهف المدلل، عليه أن يعرف أن الكذب كما يقال حبله قصير، كان يكذب بالأمس هو وأتباعه أنهم وصلوا ووصلوا ووصلوا، وفي الأخير لا يمكن أن يكون ضحية الكذب إلا صاحبه، فنال يعني أتباعه ومن يصدقون ما نالوا من رجالنا، فمنهم الأسير ومنهم القتيل ومنهم الذي ما زال الآن في مترسه ينتظر كالجرذ ليخرجه رجال الجيش الوطني من جحره. فأقول عليه أن يكفيه الكذب إلى هنا، وليعلم أنه كما طهرت هذه المناطق ستطهر صنعاء وتطهر مران من رجسه، ويخرج من كهفه كما يخرج الجرذ من جحره. أما الرسالة الثانية فهي لمن ما زال مغرر بكذبه، عليه أن يعرف أنه هو المحرقة، عليه أن يتعظ الآن، ما قتلوا إلا هؤلاء المغرر بهم والذي بيزج بهم الحوثي الانقلابي الباغي في هذه الحرب التي سيخسرها.
أما رجالنا وأبطالنا وجنودنا فهم الرابحون في الدنيا والآخرة. من استشهد فهو إلى الجنة، ومن بقي سيأخذ النصر ويكسبه، وإن غدا لناظره قريب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا نلتقي هنا بأحد ضباط التوجيه المعنوي معنويات الأبطال هنا في قمة جبل المنصاع. وجدنا هنا بفضل الله سبحانه وتعالى رجال معنوياتهم تناطح الجبال هذه التي يرابطون عليها، وقد قرروا أن يواصلوا السير على درب الرجال الذين فارقوهم واختارهم الله سبحانه وتعالى شهداء إلى جنة الخلد في هذه المعركة وفي المعارك التي سبقتها، سواء في هذه الجبهة أو في مختلف الجبهات. هذه الجبهة، جبهة المنصاع، دللت المعارك الأخيرة فيها من خلال تواجدنا بين رجال الجيش الوطني هنا، ومن خلال استطلاعاتنا لمسار المعركة التي دارت هنا. دللت هذه المعركة على أن الحوثي كأنه قدم آخر ما لديه، وكانت هذه الهجمات الأخيرة تدلل على أن الحوثي يريد أن يصنع نصر ولو بخسائر باهظة بالنسبة له، المهم يصنع نصرا إعلاميا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان رجالنا له بالمرصاد، واستطاعوا أن يكبدوه الخسائر تلو الخسائر، وما عليه الآن إلا أن ينتظر وصولنا إلى صنعاء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه بإذن الله. أيضا هنا سنلتقي مع أحد ضباط التوجيه عن المعلومات المتوفرة لديكم عن المعركة في ظل هذه الأجواء التي تكاد أن تمطر ليثبت الله بها الأقدام. من أكثر من شهر أو شهرين وهم يحشدون ليصنعوا نصرا وهميا. أنا يا أخي الحبيب لن أطيل معكم، أستطيع أن أقول والله 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 غير حانث ولا كاذب أن كل النصر الذي بلبلوا بإعلامهم وكذا عبارة عن نصر وهمي غير موجود. هذا المنصاع الذي زعموا أنه بأيديهم نحن في أعلاه رسالة فقط، الرسالة الأولى هذه الأماكن الذي يرونها والمواقع ستحميها سواعد أبطالها، لا يمكن أن يتقدموا ليعوا هذا ولا علماً كان مقرر من خلفهم يقول له اذهب الطريق أمامك ممهدة، أين الطريق؟ أين تمهد الطريق وهذه السواعد موجودة وهذه الأكف موجودة؟ اثنين، نحن لن نجلس هنا ولن نقول سنحافظ على مواقعنا، الرجال سيتقدمون ويخرجونكم من الأماكن التي أنتم بها لكي يتحول هذا النصر المزعوم الوهمي الذي هو ليس موجود أصلا إلا في رؤوسهم إلى خسائر، وتكون بإذن الله تبارك وتعالى ساعات عصيبة عليهم بإذن الله. إذن هذه هي معنويات أبطال الجيش الوطني وتوجيه أبطال الجيش الوطني. نقف في جبل المنصاع وحتى يتمكن المشاهد من رؤية تفاصيل جبل المنصاع، وهو جبل مطل على الجبال الشاهقة جبال نهم. تتحرك الكاميرا يسارا، تعود يسارا لتلتقط صورا لهذه الجبال التي يبدو في أقصى الأفق جبل صلب، وأيضا هناك في الوسط جبل قرود، وهي الجبال التي آمنة بأمان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أيضا مشاهدينا الكرام، في قمة جبل المنصاع كانت الميليشيات الحوثية قد حاولت أن تتمركز وأن تجعل من هذا المكان مرابض للمدفعية، وهذه أحد القذائف التي كانت أوصلتها، لكنها ذهبت وذهبت المدفعية وذهبت الميليشيات الحوثية فيما نرى آثار، أو ليست آثار وإنما بعض القذائف التي كانت الميليشيات الحوثية قد حملتها إلى هذه الأماكن. أيضا مشاهدينا الكرام، سنلتقي هنا مع أحد ضباط الجيش الوطني ليحدثنا عن سير المعركة، ونحن نقف في المترس الأمامي للجيش الوطني في قمة جبل المنصاع. مرحبا فيك، أخباركم؟ أخبارنا الحمد لله المعنوية عالية والأمور سابرة، وكل يوم يعني نتقدم عليك ولا يصدقون هذا المنصاع. المنصاع هذا هو يمكن معاه منصاع ثاني، أما المنصاع هذا هو حقنا مسكنه، يعني الحمد لله الأفراد كلهم المعنوية عندهم عالية وثابتين والحمد لله.
إذا يمكن أن لديهم منصاع آخر، يمكن لديهم منصاع آخر عن معنويات الأبطال وهم يقفون في حالة استنفار وفي حالة هذه، والعدو ذا قدامنا لكن لا يقدر يتقدم خطوة واحدة. كم نبعد عن العدو؟ نبعد عن العدو حوالي 30 متر، لكن لا يقدم، لا يمكن يتقدم متر واحد. أقف الآن في قمة جبل المنصاع هنا، وفي الخط الأمامي يرابط أبطال الجيش الوطني يتمركزون في حالة استنفار فيما الميليشيات الحوثية على السفح المطل على بلاد بني فرج. هنا وفي قمة هذا الجبل الذي ارتوى بدم أبطال الجيش الوطني لا زالت الدماء الزكية. هنا تتحرك الكاميرا، هذه هي دماء الأبطال وفاء وعهدا. هذه دماء أبطال الجيش الوطني هنا في قمة جبل المنصاع، وهؤلاء المرابطون في المتارس عهدا ووفاء لأبطال الجيش الوطني بأن النضال مستمر حتى تحرير كامل التراب اليمني من دنس الميليشيات الحوثية. مشاهدينا الكرام، ونحن نقف على أطلال المعارك الشرسة التي دارت هنا في قمة جبل المنصاع، وبعد أن وصلنا إلى قمة جبل المنصاع لا يسعنا إلا أن نحط الرحال ونختم حلقتنا من برنامج نبض المقاومة. نختم مع هذه الاشتباكات العنيفة على السفح المطل على بني فرج. أترككم في أمان الله.